انا اسمحوا لي، انا كنفهم بانه كاين اشكاليات بين المعارضه وبين الاغلبيه، ولكن تكيسونا على عفاكم على رئيس الحكومه، احنا كنشتغلوا معاه وبانه الصديق ديالنا وبانه كنبنيو معاه، خلوه ثقه هو. اذا عندكم مشاكل محليه احنا معاكم وكنساهموا، يعني معاكم باش ان شاء الله يمكن هذه الاشكاليات تحل، وما يمكن لها تحل الا اذا كنتم ما يمكن لها تحل الا اذا كنتوا اذا خدمتوا واشتغلتوا بجديه ان شاء الله في الانتخابات وفي المواعيد اللي هي مقبله.